السلام عليكم الاخوه والاخوات. دونك في هذا الفيديو هذا او الكره هذا غادي يكون على ميكانيك كوانتيك بالنسبه للناس ديال اس ام بي اس 4. الكل اللي غادي نخدموا عليه غادي يكون ديال لونيفرسيتي ديال تاع دونك فاس. البروف يمين اشقر دونك تقريبا من احسن ليكور اللي كاينين يعني اللي شفت في لي زونيفرسيتي كاملين. كور مديطاي مزيان وحتى البروف يعني شرحه مزيان بزاف. دونك في هذا الكور هذا غادي نحاولوا نشوفوا لي شابيتر اللي يمكننا نهضروا عليه. دونك البلان ديال هاد الكرة هذا غادي يكون كالتالي. دونك اول حاجه هنايا غادي نشوفوا واحد الانترودكسيون على ميكانيك كوانتيك. شنو هي لا ميكانيك كوانتيك؟ بارتي 1 غادي تكون لا ديواليتي اون كوربسكول ديال لا لوميير وديال لا ماتيير. غادي نشوفوا كيفاش لا ماتيير كتصرف في ليشيل ديال الميكروسكوبيك. نشوفوا حتى واحد لا نوشن جديده اللي غادي يعني بزاف في الفيزيك اللي هي لا دواليتي اون كوربسكول ديال لا ماتيير. غنشوفوا دو بروي هو اللي غادي يقترح لنا هاد العباد ديال لا ماتيير. غادي يقول لنا بان لا ماتيير حتى هي عندها واحد لوند. اينشتاين غادي يمشي بالطريقه المعاكسه غادي يقول لنا بان لا لوميير راه اون بارتيكول. دونك غادي نشوفوا هادشي كامل في الشابيتر او في البارتي 1. بيان سور غادي نشوفوا شنو مور هاد لي زيبوتيز هادو وشنو هما لي زيكسبيرينس اللي عطاو لنا وشنو يمكن لنا نستخرج من هادو. La partie 2 va être les fonctions d'onde ou l'équation de Schrödinger. On va voir l'équation de Schrödinger dépendant du temps. On va voir la notion du paquet d'onde, les états stationnaires. Si on a un électron, on va voir ce qui va se passer avec l'électron, ce qui va se passer avec l'électron. On va voir bien sûr les applications ou les potentiels carrés. On va voir un électron solide qui va réagir. On va voir un atome qui va réagir. Donc, on va voir le chapitre 4 ou 5. Je pense qu'on va voir un chapitre. Donc, on va voir un chapitre 6 غادي يكون هو لو فورماليزم حيت اغلبيه كيقراوه في الجامعات الاخرين. لو فورماليزم ماتيماتيك دو لا ميكانيك كوانتيك. او بوتيتر لو شابيتر 6 غادي يكون 7 غادي يكون على هضرنا على لو فورماليزم ماتيماتيك. شنو باقي؟ باقي لي بوستولا دو لا فيزيك كوانتيك. اوكي دونك هادشي كيتا غادي نزيدوهم في التالي. غادي نشوف شي كور واحد اخر نزيدوهم في التالي. اوكي دونك كانترودكسيون لا ميكانيك كوانتيك. دونك كنعرفو بان الفيزيك كوانتيك هي لا سيونس اللي كدرس ليا ليشيل يعني لي سيستيم في ليشيل اتوميك او ليشيل كنسميها ميكروسكوبيك يعني في لورد ديال 10 موان 10. كنعرفو بان الميكانيك كلاسيك ما كتقدرش ما فاهمهاش ستركتور ديال الاتوم يعني ما قدرش تفسر لك الفيزيك ديال لي اتوم وديال لي موليكول. دونك الحاجه الاولى هاد لا ميكانيك كوانتيك هي اللي غادي تحاول ليا تفسر ليا بواحد الطريقه اللي هي يعني تري تري بريسيز يعني بواحد الدقه كبيره شنو كيوقع في ليشيل اتوميك. دونك اي لو كادر تيوريك. دونك لا ميكانيك كوانتيك هي لو كادر تيوريك اللي كتمكن لي باش نفهم او اللي باش نوصف لا ستركتور ديال لا ماتير وحتى لا لوميير. حتى هو غادي نفهمو حتى هو كي داير في هاد لا فيزيك كوانتيك. لا لوميير واش غادي يبقى ديما هو لوند اللي كنعرفو واحد لوند الكترومغنيتيك كما ديفينيها ماكسويل وحط لي زيكواسيون ديالو او عنده واحد الكومبورتمون واحد اخر يعني عنده واحد كيتصرف بواحد الطريقه واحد اخر. دونك هاد الميكانيك كوانتيك غادي تجيب لي حاجه جديده على لوميير. غادي تقول لي بان لوميير راها اوند يعني كيتصرف كموجه. مي اينشتاين غادي يقول لي لا راه حتى هو كيشبه لواحد البارتيكول يعني حتى هو واحد بحال الالكترون يعني بارتيكول. دونك لا ميكانيك كوانتيك دارت ليها بين 1900 و 1930. علاش؟ حيت لا فيزيك كلاسيك اللي كانت في هذاك الوقت ما قداش تفهم ليا بزاف ديال لي بروبليم. كنعرفو بان ما بين يعني في القرن قبل القرن 19 شويه جا دونك تقريبا لورد كيلفين ريزيما لي بروبليم اللي قبل القرن 19 كاملين. شنو قال لهم؟ قال لهم تقريبا فهمنا كلش. بقات لي غير دو نياج هو سماها دو نياج اللي مازال ما فاهمينهم يعني اللي مازال ما لا فيزيك كلاسيك يعني الفيزيك كلاسيك. فاش كنقصد شنو كنقصد بلا فيزيك كلاسيك؟ هي لا فيزيك ديال نيوتن الالكترومغنيتيزم لا شالور ولا الثيرموديناميك. دونك هادو كاملين داخلين في لا فيزيك كلاسيك. دونك لورد كيفين قال لك بان تقريبا فهمنا كل شيء حتى لهذاك الوقت. قلنا غير واحد جوج ديال النياش او واحد جوج ديال لي بروبليم ما قدرناش نفسرهم بهاد لا فيزيك اللي عندنا. دونك هو في نظره قال بان غير شي حاجه اللي مازال ما فهمناها دابا نفهموها من بعد.
الوغ كو هو تقريبا حط الريزومي ديال يعني سهل الخدمة على العلماء، قال لهم يعني بلا ما تحمقوا راسكم مع التيرمو والالكترومانسيزم تبينوا بين انهم غالطين ولا فور، سيروا قلبوا غير في هاد لو نياج هادو لي باقي. البرومي نياج هو لي ريزولتا نيجاتيف ديال ميكيلسون اي موغالي، دونك ريزولتا هذا هو البرومي نياج نيجاتيف ديال مكتعرفش كتعرفش ميكيلسون اي موغالي. دونك هاد ليكسبيريونس هي اللي غادي تجيب ليا من بعد، غادي يجي اينشتاين هو اللي غادي يفسرها، غادي يدخل لا نوسيون ديال لا غولاتيفيتي هي اللي غادي تفسر لي هاد النياج الاول، والنياج الثاني غادي يكون هو لو بروبليم، غنسمي ان بروبليم دو كور نوار. هذا غادي تجي لي لا ميكانيك كوانتيك هي اللي غادي تفسرو لي. اوكي، لا ريزلت نيجاتيف ديال الميكانيزم المغربي كيبين ليا بان حاولوا، شنو حاولوا يديروا هنا، حاولوا يحسبوا لا فيتاس او لا فيتاس دو روتاسيون ديال لي تير اتير دونك لي تير بارابور ا لا تير، يعني واحد التجربه حاولت تلقى لي تير شنو هو، هو الميليو حيت كانوا كيعتبروا شحال هادي بان اي اوند باش تبروباغا ولا باش تنتشر خصها ضروري واحد المليو فين تنتشر. تقريبا كلشي كنعرفو له فين كينتشر من غير لا لوميير، لا لوميير سيبوزينا قلنا بان راه كينتشر في واحد المليو، حنا ما يمكنناش ما كنعرفوش لا لوميير فين كتنتشر، ما عطينا لواحد السميه سميناه لي تيغ. دونك من بعد غادي نفهمو بان لي زون الكترومغنيتيك يمكن لهم يعني ينتقلوا في لو فيد. اوكي، دونك هادو يعني في هاد ليكسبيريونس ديال ميكلسون ما لقاو مشكل باش يحدوا هاد لافيتاس، لقاو مشكل كبير. بالنسبه للبروبليم الثاني ولا غادي نشوفو اون ديتاي في هاد الكور، هذا هو البروبليم ديال لو كور نوار. لو كور نوار هو واحد الكور، ماشي بيان سور ماشي ضروري نوار، يقدر يكون بحال الشمس مثلا. فاش كتطلع لواحد لا تمبيراتور تي نورمالمون لا فيزيك او لا ثيرموديناميك مع لي زيكواسيون دو ماكسويل شنو كيعطيوني، كيقول ليا بان الى حسبتي الانرجي ديال هذاك التوتال، يعني انرجي التوتال ديال هذاك لوكور خصك تلقاها كتساوي انفيني، غنلقى واحد لو امبيريك ديال غير لي جينز. غادي نشوفو بان كاين واحد البروبليم كبير حيت كيعطينا واحد الريزلتا كتساوي واحد الانفيني. الانفيني بيان سور في الفيزيك الى ان اكسيتابل، يعني اي حاجه كتلقى انفيني في الفيزيك عرف راه عندك تما شي مشكل. اوكي، دونك هذه هي لا نيسونس ديال لا ميكانيك كوانتيك بارابور على ميكانيك. دونك كنعرفو بان لا ماتيير سي ان اوبجي كاركتيريزي بواحد لا ماس ام بواحد لا بوزيسيون ار وبلا كونتيتي دو موفمون تي، وهاد لوبجي بيان سور يمكن لي نعرف فين كاين في لسباس، يعني يمكن لي نعرف الاكس والاي والزد ديالو. دونك هادي هي لا ميكانيك كلاسيك ديال نيوتن. والريونمون كاين تيوري وحده اخرى اللي كتفسرو في الفيزيك كلاسيك كما قلت لكم، هي لا تيوري ديال ماكسويل او لي كاتر ايكواسيون ديال ماكسويل. دونك كنعرفو بان لو ريونمون شنو هو، لا لوميير هو واحد ديفورماسيون او لا اون بيرتورباسيون بيان سور ديال لو شون الكتريك ولا شون مغنيتيك اللي كتعطيني هاد لو فينومون ديال لا لوميير. دونك هاد لوند كتكون كاركتيريزي بيان سور بواحد لا فريكونس، فاش كنهضروا على لي زوند او الموجة خصني نتعاون نهضر على التردد ديالها او طول الموجة لاندا. اي لوند نو بو با اتر لوكاليزي في لاسباس بيان سور، كنعرفو اوند او الموجة ما عندهاش شي بلاصة، مايمكنليش نقول واحد الموجة كاينة في واحد البوزيسيون اكس. اوكي، دونك الموجة، دونك الموجة كتكون شي حاجة بحال هكا. دونك الا سولتك شنو هي فين كاينة الموجة تقدر تقول لي راه كاينة هنا كاينة هنا كاينة هنا كاينة هنا، ممكن في البلايص كامل. دونك عليها كنقولوا بان الموجات ما عندهمش واحد البوزيشن فيكس، يعني سون ديلوكاليزي. بيان سور لي زيكواسيون اللي كيحطوا ليها هاد الموجات هما لي زيكواسيون ديال ماكسويل، اربعه ديال لي زيكواسيون عندك خصك تكون حافظهم باغ كور. نشوفوا دابا لي ليميت ديال لا فيزيك كلاسيك. دونك على فان دي 19 سيكل، يعني في القرن 19، لا فيزيك باس بار اون كريز، اون سيري دو ريزولتا اكسبيرمونتو اكزيج دي كونسيبت complètement incompatible avec la physique classique. Donc on va voir les problèmes. Bien sûr, où est le problème, où est le problème de l'objet, où est le problème de l'écran. On va voir la physique classique, où est-ce que je vais faire les edges. Un des nouveaux problèmes de la physique classique, bien sûr, ma quand je cadre de faire home, on va dire où le doulier ou la physique. Et même telle qu'on va dire l'hypothèse réelle de Max Planck, on va voir un peu. On va dire où le doulier ou la physique. بيان سور يعني لحد الان مازال لي بري نوبل كيتعطاو غير ليها.
Ces problèmes interviennent dans le cadre de l'étude de l'interaction rayonnement-matière, tels que donc les problèmes comme l'interaction avec le rayonnement ou la matière, mais c'est un électron qui est déplacé dans le modèle de Bohr, qui est un électron qui va être déplacé à un point. شنو كيعطيني؟ كيعطيني واحد الفوتون او لا اوند الكترومغنيتيك. دونك انت فاهم الفوتون. دونك هنا هذه كتسمى ان انتراكسيون اوند ماتيير، يعني لا ماتيير اللي هو الكترون فاش انتقل عطاك واحد الفوتون، يعني عطاني واحد الفوتون، يعني كاين لا لوميير ولا ماتيير في نفس الوقت، يعني لا ماتيير كتولد لك لا لوميير. اوكي مي بيان سور تقدر تاخد اكزومبل واحد اخر، مثلا واحد لاطوم كتفيبري دونك كتمشي وكتجي. دونك حتى لاطوم فاش كتفيبري كتعطيني واحد الفوتون ولا واحد لينيرجي، تقدر تكون في الانفراروج على حسب. دونك غادي نشوفوا هاد لي بروبليم كاملين اون ديتاي، سورتو لو بروبليم كيما قلت لكم ديال لو كور نوار، لو بروبليم ديال ليفي فوتو الكتريك، ليفي كونتون، لا ديوريتي اون كومبوسكول او لو سبيكتر اتوميك. دونك هاد لو سبيكتر اتوميك بالنسبه للناس اللي تبقى مع الكور ديال اتوميستيك، دونك اغلبيه كتقرا في اتوميستيك، مي ما كندخلوش، دخلنا غير ليكواسيون ديال شرودينجر في اتوميستيك، دخلنا الموديل دو بوار تاع هو ان موديل اللي هو كوانتيك، مي ما ديتايناش بزاف في هذا الموديل كوانتي. اوكي دونك في هذا الكور هذا كما قلت لكم غادي يكون اسونسيلمون على الميكانيك كوانتي، غادي نشوفوا لي باز ديال الميكانيك كوانتي، شنو هو لا ديفيرونس ما بين لا فيزيك كوانتي او لا فيزيك كلاسيك. كي كدير مثلا لا فيزيك كوانتي باش تفسر لي لو رونيولمون ديال واحد لو كور نوار، وكي كدير لا ميكانيك كوانتي لا فيزيك كلاسيك تفسر لي لو ميم بروبليم، وفين كاين بيان سور اوجه التشابه، وشنو هما العجائب ديال هاد الميكانيك كوانتيك. حيت بيان سور غادي يطرح ليا مشكل كبير. علاش المشكلة غادي تطرح ليا؟ حيت كنعرفو بان كنعيشو في واحد لونيفير واحد، هاد لونيفير واحد خصو يكون نوصفو بواحد فيزيك واحد، يعني ما نحتاج جوج ديال لي فيزيك باش نوصف حاجة وحدة. اوكي دونك غير باش تفهمو، حيت كاين واحد الديبا لي هو كبير في هاد ما بين لا فيزيك كوانتيك ولا فيزيك كلاسيك، حيت هادو بجوج بيهم دو فيزيك كي اكسبليك لا ميم شوز. يعني تخيل عندك جوج ديال الحوايج كيفسروا لك نفس الحاجه، نورمالمون هذوك جوج ديال الحوايج خصهم حتى هما يكونوا نفس الحاجه، يعني ما خصنيش ندخل، يعني تكون عندي جوج ديال لي فيزيك. كنعرفوا بان العالم عندي عالم واحد، دونك خص تكون عندي غير فيزيك وحده. اوكي هاد الفيزيك كوانتي غادي تقول لنا لا راه حنا غالطين، العالم يعني الميكروسكوبيك، يعني اي حاجه عندها بلي زاتوم كتفسر بواحد التيب ديال الفيزيك، والعالم الكبير كيتفسر بواحد لو تيب ديال واحد الفيزيك. بيان سور باش دوز من واحد الفيزيك للاخر، يعني باش دوز الميكانيك كلاسيك الميكانيك كوانتيك، مازال كاين مشكل كبير، يعني مازال ما فهمناش بزاف ديال الحوايج في هاد الميكانيك كوانتيك، غادي نشوفوهم اون ديتا غير باش تفهموا بان هاد الميكانيك كوانتيك اللي هي يعني شي حاجه اللي مازال لحد الان، يعني دخلت على الفيديو ديال اليوتيوب مازال الهضره بزاف عليها، يعني من 1900 حتى لدابا مازال الميكانيك كوانتيك مازال ما فهمناهاش مزيان. علاش غير هاد البروبليم ديال لا دياليتي اللي غادي نهضر عليه من بعد، كتقولي بان لا ماتيير يعني الانسان عنده واحد الموجه تابعه ليه، غير هذيك الموجه ما يمكنناش نشوفوها حيت صغيره بزاف. اوكي بيان سور كاين لي زيكسبيرونس اللي كيبينوا بان فري لا ماتيير عندها واحد الموجه تابعه لها، ليكزومبل هو ديال الالكترون غادي نشوفوه. مي اون فوا كتكبر لا ماتيير كتكبر، يعني كندوزو من الاتوم الموليكول، بزاف ديال لي موليكول، لي بروتيين، السيلول، دونك تما هاد لي فيكونسي كيبقى يختفي حتى كيولي واحد داك لوبجي كيولي كلاسيك. دونك هادشي اللي غادي نشوفو. دونك هادشي اللي غادي يكون لوبجي ديال بارتي 1، لا دواليتي اونتر كوبسكول دو لا ماتيير اي دو لا لوميير.